إذن إخواني أخواتي، كما تشاهدون بالصورة أن الجمارك المغربية تقوم بحرق كمية كبيرة من المخدرات وإتلاف قنينات مملوءة بما يسمى بالماحية. إذن كيف ما كتشاهدوا بالصورة أنه الجمارك المغربية تمت العملية بنجاح، التخلص من جميع المخدرات. إذن إخواني أخواتي، كما تشاهدون بالصورة أن كل هذه القنينات اللي أمامكم كلها مملوءة بشراب ما يسمى يطلق عليه بالماحية. إذن كيف ما كتشوفوا أن الجمارك المغربية تقوم بإتلاف هذه القنينات هذه. إذن الجمارك المغربية وكذلك الوقاية المدنية وكذلك السيد وكيل الملك والسلطة المحلية، الكل في عين المكان أجل أن تمر العملية بنجاح. شكرا لكم.